مقارنة سريعة بين رياض محرز وساديو ماني. قبل أن نبدأ لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك لتصلك جميع المقارنات الشيقة. إذن هيا يا رفاق لنبدأ المقارنة. السرعة، النقطة تذهب لساديو ماني. التمركز، والنقطة تذهب لرياض محرز. قوة التسديد، يتفوق ساديو ماني. المراوغة، أكيد رياض محرز. التهديف، ساديو ماني يتفوق. صناعة الأهداف، رياض محرز بدون منازع. القوة البدنية، أكيد تذهب لساديو ماني. المساهمة الدفاعية، كذلك ساديو ماني. الكنترول، ومن غيره رياض محرز. دقة التسديد، رياض محرز. ودقة التمرير، أكيد أيضا لرياض محرز. والآن من الأفضل. الاسم الذي يتكرر كثيرا في التعليقات هو الفائز. هيا صوتوا للاعبكم المفضل.